تستأنف اليوم الأحد مباحثات مطولة بمجلس الشيوخ الأمريكي حول إصلاح القواعد التنظيمية للقطاع المالي، وذلك مع تجدد التركيز على إجراءات حماية مستهلك الخدمات المالية بعد أن رفض عضوان جمهوريان بارزان حلا وسطا تقدم به رئيس اللجنة المصرفية. كان السيناتور الأمريكي كريستوفر وود قد قدم عرضا بتقليص حجم وكالة حماية مستهلك الخدمات المالية التي اقترحها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لكنه لم يحظى بدعم الديمقراطيين ولا الجمهوريين.